اخبارنا المحليه من عند منتخب مصر. واعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا تصنيف منتخبات شهر يوليو العام 2023، حيث حافظ المنتخب الوطني على مركزه ال 34 عالميا. كان المنتخب المصري ارتقى مركزا في شهر يونيو الماضي ليصبح ال 34 عالميا بدل ال 35، وبكده حافظ المنتخب المصري على وضعه الشهر الثاني على التوالي. ويتواجد المنتخب المصري في المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، حيث يأتي منتخب المغرب في الصدارة، ثم يأتي منتخب السنغال في المركز الثاني، ويحتل منتخبي تونس والجزائر الترتيب الثالث والرابع قاريا، ثم بعد كده يجي منتخب مصر. طيب عايز أقول لكم كمان ترتيب أول خمس منتخبات أفريقيا بتصنيف الفيفا: المغرب 11 على 11 عالميا، السنغال 18 عالميا، تونس 31 عالميا، الجزائر 33 عالميا، ومصر 34 عالميا. عايز أقول لكم برضو ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا هيجي كالتالي: إن الأرجنتين في الصدارة، بعد كده يجي المنتخب الفرنسي، بعد كده يجي المنتخب البرازيلي، بعد كده يجي منتخب إنجلترا، وبعد كده يجي منتخب بلجيكا، بعد كده كرواتيا، بعد كده هولندا، ثم إيطاليا، وبعد كده يجي برضو المنتخب البرتغالي، وأخيرا المنتخب الإسباني.